رجعنا معكم مشاهدينا، ومثل ما شفتوا طبق الكفته صار جاهز وحطيته بطبق التقديم ومزين بشويه كابوتشي. هلا رح اخذ سؤال قبل ما نشيل الخرشوف باللحمه المفرومه من الفرن، بما انه بعد بده دقيقتين رح اخذ سؤال من الاسئله اللي وصلتني على صفحه فيسبوك. بذكركم فيكم باي وقت تتواصلوا معي على صفحه فيسبوك وتسالوني اي سؤال له علاقه بالتغذيه. عندي سؤال من ريهام عم بتقلي ممكن اعرف ايه الاكلات اللي بتقلل الغثيان في بدايه الحمل. طبعا يا ريهام اول شيء الف سلامه عليكي، وكثار من السيدات خاصه ببدايه الحمل، تقريبا 50% من السيدات ببدايه الحمل ببلش يعني من الاسبوع السادس شعور بالغثيان وبالتعب من العوارض طبعا اللي هي معروفه عند الست الحامل. لا الغثيان عندنا طبعا اول شيء واهم شيء انه نكون عم نشرب كثير منيح مي، لازم الجسم يكون مرطب بشكل صحيح لانه الجفاف بالجسم بيزيد من الشعور بالغثيان عند الست الحامل، لكن اهم شيء تكوني عم تشربي مينيموم 8 اكواب من المي يوميا. ثاني شغله الزنجبيل، وكل الدراسات أكدت أنه الزنجبيل كتير بيخفف من الشعور باللعيان أو بالغثيان خلال فترة الحمل. فينا نكون عم نتناوله على شكل شاي، يعني فينا نجيبه طبيعي وفينا نكون مطحون أصلاً موجود عندنا مع التوابل، ما في مشكلة. فينا نكون عم نبشره إذا طبيعي ونغلي مي نحط فوق شوية مي ونشربهم، وفينا نزيد كمان مثلاً معلقة صغيرة بقلب كوب مع مي سخنة ونخده، وفينا كمان نكون عم نزيده على المأكولات، يعني على أي نوع غدا مثلاً عم نتغدي فينا نحط معه مثلا عم نعمل لحمه فراخ او سمك، فينا نزيد عليهم ملقعه زنجبيل، ما في مشكله ابدا. بالعكس الزنجبيل بيطيب الطعم، طعم الاكل وبيعطي طعم كثير حلو. كمان عندنا الزبادي، الزبادي من المأكولات اللي بتساعد على انه تهدي الغثيان عند السيدات اللي هن حوامل. والنشويات، النشويات معروف انه بتخفف من افراز الاسيد بالمعده، خاصه الصبح لما تصحى الست الحامل، في كثير سيدات بيصحوا اول ما يصحوا بحسوا هذا شعور الغثيان، لازم ياكلوا شيء ناشف. النشويات كثير كثير مفيده، انما للاسف النشويات بكثره بتتخن، والنشويات اللي فيها دقيق ابيض منا كثير صحيه. مشان هيك انا بنصحكم تلجأوا للنشويات اللي هي قمحه كامله، يعني نخلي عندنا بقسماط قمحه كامله، توست اللي هو اسمر او قمحه كامله، العيش اللي هو عيش الفينو مثلا يكون اسمر، افضل بكثير من انه نكون عم ناخذ النشويات اللي هي بيضه، خاصه انه النشويات البيضه بتزيد الشعور بالشبع، يعني بالجوع عفوا، يعني لما ناكل منها بما انه دقيق ابيض وفيها سكر بترفع السكر بسرعة بالدم وبترجع بتخليه يقشط بسرعة، ولما يقشط السكر بالدم بسرعة هون بنكون عم نحس بالشعور بالجوع. وطبعا ست الحمل يعني ما بدها تكون عم تاخد وزن كتير، خاصة بأول فترة من الحمل أول 3 أشهر مش مطلوب منها تكون عم تاخد وزن، لأنه أول 3 أشهر البيبي أو الجنين منه بحاجة لوزن، هو ما رح ياخد وزن. بعد بتاني قسم من الحمل يعني تاني 3 أشهر الولد بياخد أو الجنين بياخد وزن، فأول 3 أشهر كل الوزن اللي رح تاخديه رح يكون لإلك ورح يبقى لإلك لبعد الحمل، ورح تصير عندك مشاكل إنك تخسري. تناولي نشويات انما تناوليهم باعتدال، لانه النشويات صحيح بتخفف من الشعور بالغثيان بس بتخن.